اللغة العربية أحد صباح الثامنة ونصف. على كل إن كانت سنة استثنائية أكيد، لكن كان رفع تحدي كبير من طرف الأساتذة المفتشين والتلاميذ، كان انضباط التلاميذ أيضا وهذا مهم جدا. امتحانات هي تتويج لسنة دراسية استثنائية بامتياز، وبالتالي إن شاء الله نكمل العرس إن شاء الله ونكمل السنة الدراسية إن شاء الله وبالتوفيق إن شاء الله. كما يقولوا العام كامل وحنايا نقراو، وهذا اليوم ان شاء الله بانوا القدرات تاعنا والمستوى تاعنا كيفاش، ان شاء الله نكونوا في المستوى، ان شاء الله يعطونا ساهل. عندنا صبحيه، عندنا عربيه والعشيه ان شاء الله شارعه، والحمد لله يعني وصلنا الحمد لله، ان شاء الله يكون الموضوع ساهل. يعني خايفه شويه والله، ان شاء الله يكون ساهل في متناول الجميع، ان شاء الله يطيح وش قرينا ان شاء الله.